نخوتنا وإنسانيتنا تعكسان قيمنا الأساسية، فنحن ندرك أن قيمتنا تنبع مما نقدمه لمجتمعنا، هذا المجتمع الذي نصنع معا صورته الجميلة من خلال مراعاة مشاعر بعضنا وتقديم الحب والاحترام لمن حولنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. أنا عادل رضوان، طبيب أسنان وممثل. حبيت أشارك معاكم في برنامج نخوة لأن أنا أحب البرامج الحقيقية، البرامج اللي ما فيها أي تأليف، البرامج اللي تبين معدن الناس على طبيعتهم. انعرض علي مجموعة سيناريوهات، اخترت لهذه الحلقة سيناريو أنه أنا أكون عامل نظافة وقاعد بحاول أسوي شغلي طبيعي جدا، وفي واحد كان مستاء بس من وجودي وكان قاعد بيتصرف تصرفات ما المفروض انه هو يسويها، وبدأنا التجهيز بالميك اب. أنا شخصياً انصدمت من شكلي لأنه فعلاً كان مرة متغير، تغير لون بشرتي، الشعر، في طاقية، الملابس، حتى كان في أشياء مثلاً عشان ما يكون كتفي على مستوى واحد أتغير الشكل تماماً 180 درجة. المكان اللي كنا بنصور فيه مكان مرة كبير زي الساحة كده، فكان في كثير ناس رايحين جايين، الكاميرات كانت مخفية في أماكن كثير، في شيء فوق في المبنى، في شيء تحت، بس يعني ما كان في ولا أحد منتبه. طلعنا على المكان وحتى كنا خايفين انه ما نبغى يبان انه انا عامل نظافه نازل من السياره ولا عشان لا احد يشك باي موضوع. ففعليا حتى قبل ما نبدا التصوير انا كنت قاعد بنظف في الارض وانا لسه ماني عارف متى حنبدا التصوير، وكان في شخص بس مستاء من وجودي حوالينا. من أول أنت وينك يا ابن الحلال؟ أنا هناك من أول ما نظفت المكان، الآن تلاحقني هنا؟ يلا أخلص. نظف زين يا أخوي، أخلص يلا أخلص، شيل الوساخة هذه، لو تنظف نفسك أفضل بعد، أخلص يلا نظف، أعوذ بالله منك. تعال شيل هذه الأكياس كلها، هذه كلها شيلها، هذه الكرافية. إيش المشكلة أنت؟ شلها ايش مشكلة؟ يلا لا تحطها هنا فوق، يلا انا انظف، انا اسوي هذا. وين نظف؟ وين نظف؟ انا انظف، انا لي ساعة هنا ما نظفت شيء، يلا نظف يلا يا اخي. ساعة انا شلها، انا شيل بسرعة، يلا شيل بسرعة. اعوذ بالله، شوي معفن وريحتك مخيسة. ايش مشكلة انت؟ ساعة وش قاعد تسوي؟ اسلوبك طيب يا اخي معفن. طبعا الموضوع بدا يتصاعد، الناس بدات تنتبه للموضوع فبداوا يتدخلوا، وفي ناس كانت بس بتتدخل انه بتقول له خلاص اهدى، لا تعامله بهذه الطريقة، في ناس كانت بتجيني انا وبتقول لي خلاص روح من هنا،
يعني لا تفضل واقف عشان خاطر لا يقول لك شيء، خلاص روح من هنا، خذ أغراضك وروح من هنا، أهم شيء إنك ما تكون موجود. ردود أفعال الناس كانت مرة مختلفة. إلين مروا ثلاثة شباب مع بعض، وهدول يعني تدخلهم كان أوضح بكثير وكان جدا تدخل قوي. وقفوا وما رضوا يتركوني. يلا يلا أخلص، يلا أخلص، يلا. أنت إيش مشكلة أنت؟ إيش مشكلة أنت؟ أنت إيش مشكلة؟ فك ما أنا فك. طيب فك. طيب فك. أنا الشغل، أنا الشغل، أنا الشغل. أنت عارف تشتغل، أنت عارف تشتغل، أنت الشغل. صوتك وأسلوبك. لا تمد يدك، لا تمد يدك. تعال يا بنت، أسلوبك تغير. أعوذ بالله. شو مسوي؟ يا أخي أنت تدري عن شيء أنت؟ إيه حد شدي عنك. شو فيك؟ يا ولد فكني يا ولد. شفيك؟ ابعد ابعد دقيقة يا مسر، مش سوالك هو شفيك. طيب ابعد، طيب ابعد، طيب ابعد، طيب ابعد. ما جيت يا ابن الحاوة، وخر. والله ما في انسان انت، والله انا ما في مسامحة انت. انا ماني بانسان، والله ما في انسان انت، والله ما في انسان. يلا يلا، والله ما في انسان انت. اخذوه وراحوا وراء، كانوا مره بيزعقوا كثير وكانوا مره زعلانين من الموقف. واحد منهم كان بيقول لي خلاص انت روح، وهم مسكوه. انا يعني صراحه انا خفت ان هم يضربوه. لما الموضوع تصاعد جدا خلاص قلنا بلاش يعني نجيب العيد، فقررت هنا وقتها انه اكشف عن نفسي. اخذوه وراحوا وراء، كانوا مره بيزعقوا كثير وكانوا مره زعلانين من الموقف. واحد منهم كان بيقول لي خلاص انت روح، وهم مسكوه. انا يعني صراحه انا خفت ان هم يضربوه. لما الموضوع تصاعد جدا خلاص قلنا بلاش يعني نجيب العيد، فقررت هنا وقتها انه اكشف عن نفسي. يا ولد ما في انسان، يا ولد لا تمد يدك، لا تمد يدك، لا تمد يدك، خلاص 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 خلاص. حتى بعد ما أنا كشفت عن الشخصية وجات الكاميرات، محمد بنفسه ما طلع من الشخصية، ما استوعب إنه إحنا قاعدين بنصور أو إنه هذا كله تمثيل. الأدرينالين كان عالي أكيد عنده، فكان لسه معصب قاعد بيناهج وكان لسه ناوي يضربه. فيعني كويس إن إحنا لحقنا الموضوع في اللحظة النهائية. طيب يا جماعة، أنا اسمي عادل رضوان من برنامج نخوة على التلفزيون السعودي. طيب لا اسفين اللي صار فيكم هذا، احنا اسفين. احنا نبغى نشكركم صراحة على يعني وقفتكم. ايش حاسس؟ ايش حاسس؟ والله يعني منظر صراحة طيب شفناه يا أخي، ما نحب نشوفه هنا، ما نرضى لأي أحد يعني سواء يعني عمل نظافة يعمل عمل شريفة يعني. الله يعطيكم العافية. ليش إنه يرفع صوته عليك؟ الشباب كلهم محمد وأصحابه اللي كانوا معاه كانوا باينين إنهم مرة كانوا متأثرين. حتى لما كانوا يتكلموا كانوا يدخلوا على بعض، كانوا كل واحد فيهم بس يبغى يعبر قد إيش هو كان مستاء من الموضوع، قد إيش هو حزن عليا أو قد إيش تعاطف معايا، وكان بيحاول إنه يخرجني من هذا الموقف. زي ما قلت لكم الله يعطيكم العافية صراحة، يعني أنتم أخوتكم صراحة أسعدتنا جدا. طيب وإحنا آسفين إن إحنا وترناكم، وآسفين إن عفطوا يديني ترى. ها شوف 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 انت. لا ليش يا حبيبي، كنت حتتدخل؟ ليه ما تدخلت؟ طيب والله يا اخوي كلمني امس. والله
معك محمد إبراهيم السحيباني. تواجدي كان في المول لغرض التمشية وطالعين نتغدى. صراحة شفت المشهد شخص قاعد يتعرض لعامل نظافة. اللي استفزني بالموضوع إنه قاعد تهجم على عامل قاعد يخدم المكان ويخدمه، فما تحملت أنا مهما كان يعني هذا شخص مغترب وجاي يشتغل هنا ويخدمنا كلنا. استفزني الموضوع ولا تحملت صراحة وتدخلت بعنف شوي، ممكن بعد ما حاولت بالحسنة ما فات. بعز غضبي جاء عامل النظافة احتضني وطلع بالأخير إنه ممثل عادل رضوان. بنفس اللحظة ما استوعبت أنا لأني كنت مستفز من الشخص اللي قاعد يأذي عامل النظافة. صراحة ارتحت يعني كثير إنه تمثيل والحمد لله يعني، وإن شاء الله إن ما نصادف المواقف هذه. أهلا وسهلا، أهلا بصاحب النخوة. حياك الله. أهلا وسهلا، يعطيك العافية محمد. الله يعافيك. صراحة حبيبي. أنا جدا سعدت اليوم بردة فعلك. وأنا أسعد والله يا حبيبي. إحنا بس أنا كنت حاسس إن إحنا لو تأخرنا كمان دقيقة كان ممكن يحصل شيء مختلف، ولا؟ الحمد لله إنه ما حصل. طيب مرة تانية ليش اتدخلت اليوم؟ والله صراحة الموقف شوي يعني عصبني وطلعني عن طوري صراحة، ولا رضيت بالموقف، لكن الحمد لله طلعت تمثيل وطلعت أنت وراء الشخصية هذه. الله يعافيك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. مرة تانية شكرا لك على نخوتك. طيب وإحنا مرة مبسوطين، هذا شيء بسيط. الله يسعدك. إحنا بنقدم لكم من برنامج نخوة. الله يسعدك يا حبيبي. الله يرفع قدرك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك مرة تانية. الله يسعدك. الله يسعدك. رسالتي هي إن شاء الله إن التعامل مع الموقف بالحسنى، وإن شاء الله إن ما تصير المواقف هذه أبدا. إحنا لازم نحترم الجميع بغض النظر هم من فين، إيش بيشتغلوا، إيش وضعهم، بالذات 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 الناس المغتربين اللي جايين بيشتغلوا من بلدانهم عشان خاطر ان هم يشتغلوا هنا عندنا. احنا ما نعرف ايش ظروفهم، ما نعرف هم ايش عندهم في بلادهم، ما نعرف هم ايش وضعهم الحالي. مهم مره كيف الطريقه اللي تتكلم معاه فيها، مهم مره انت كيف تحل الموضوع. اما انه انت تقلل من احترامك لي او انه انت يعني بتتصرف معاه بتصرف غير لائق، فهذا لا يمثلنا ولا بيمثل بلدنا. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. أنا شخصياً انبسطت. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. بس كان شكلي مظبوط صح؟ ما توقعت الشخصية هذه. يعطيك العافية. الله يعافيك.